تمرس كامله. تمرس جميل. كيف كان عايش؟ شوف انا في عين صالح من بعد نهضروا على تمرس. جميل عندنا جميل. تصوروا عندنا 2000 باسا، في كل باسا نزرعوا فيهم الحوت، في كل باسا شحال تمد بالخير على الولايه، على الفلاح، على المستهلك. نبداو ناكلوا الحوت ونسوقوا الحوت ونحولوا السوق باسمو، باسكو يتحول الى ترانسفورمي، يندر في البطاطا، يندر في هذاك، وتصدر الحوت. اون تيرم دو بروتيين، من حيث القيمه الغذائيه هو احسن من اللحم، ما يدير لا كوليسترول، ما يدير. من حيث السهوله في باسمو، ما يطلب والو، تزرع صغار الاسماك وتخليه يكبر. من حيث الفلاحه، الماء اللي يكبر فيه الحوت اللي بلي فيرتيليزا كاسمده اكثر من لو نورمال. الور اون سي بوز لا كيسيون، هل سؤال اخر نطرحه اليوم، هل هذاك ال 2000 حوض اللي موجودين، هيا ما نقولوش 2000، نقول نص، هل ال 1000 من ال 2000 نقدروا نسترزعوهم والعام الجاي ناكلوا غير الحوت ولا لا؟ سي بوسيبل. لأمر آخر نقولها باسكو نشوف فيها ما يديرها تحت، بعض الأحيان الناس مازال ما ولفتش اللحم تاع الحوت تاع 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 الماء اللي العذبة تاع الودوس، باسكو ما ولفناهاش. بالنسبة لنا كاين غير الحوت تاع البحر. نقول لكم بلي في دول متقدمة ما عندهمش الحوت تاع البحر، عندهم غير الحوت تاع الماء. 95% سي دي بواسون دو لودوس ياكلوه. ثقافه يلزم في البدايه كما راهم يديروا هنايا، تذوق تذوق طون سون طون. نفتحوا في عين صالح في الاسمو، عنده شويه حوت، يدير لنا شويه ديكوستاسيون، ومن بعد نديروها في حي واحد اخر، ومن بعد نديروها في بلديه واحده اخرى. تصوروا كون الخطه تكون واضحه على 2-3 سنين، ناكلوا كلنا اللحم هنايا تاع الحوت، وناكلوه بكل اشكاله، مشوي، مقلي، طايب، مقطع بالطرف، بالهبره، بالنص، بكل جهه. ما تطلبش منا امكانيات، ما يطلبش منا استثمار. الماء الحوض راه موجود، داروا الفلاح وعاونته فيه الدوله. الماء موجود في داخل هذاك، الماء يروح للسقي، واش يبقى؟ توليد الاسماك يخرج هنا محلي، نديروه هنايا. واش خاص؟ خاص نخدموا، خاصنا نطبقوا هذه المعادله، نكونوا اونورا روندي سيرفيس على كولكتيفيتي، السكان تاع ولايه طبن دراست. بالك ربما اللحم يكون غالي، ربما ما يكونش هكذا، فيه الكوليسترول، نلجؤوا لاونغري 100% من الحوت تاعها تاع لودوس. في مناطق واحده اخرى في الجزائر راهم يصدروا لتونس ولا هونغري والفرنسا الحوت تاعنا هذا تاع المياه العذبه والاكسبورت. في اضرار قريبه لينا باش ما نقولوش سيسيلاس تاعها وهذاك، هذا تاع حوت. في سيسيلاس تصور، انا رحت عند فلاح عنده 15 حوض مستزرع، يكبر الحوت عنده ياكلوا ويعطي للخدامين اللي معاه ويعطي للجيران ويخرج للسوق ويفضلوا. معادله اخرى نقولها لسيد الوالي بحضور كل السلطات، علنا نبدلوا في المحيط العام لونفيون جينيرال نوتامون تاع داليمونتاسيون هنا في حول الحوت. هذه نص شوف نص تاع
هذا هو المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحصل